للمزيد حول البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن المجزرة التي ارتكبتها القوات الأمنية ضد المتظاهرين، تنضم إلينا عبر الهاتف من الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، بداية مرحبا بكم. يعني أصدرتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا بشأن المجزرة التي ارتكبتها القوات الأمنية ضد المتظاهرين، حملتم يعني في حكومة الكاظمي مسؤولية المجزرة بعد يعني تكرار هذه المجازر سواء في الناصرية وحتى في غيرها من المحافظات. يعني إلى أي مدى دكتورة يعني تأكد لديكم أن قتل المتظاهرين سياسة تنتهجها الحكومة ويوافق على هذه السياسة رئيس الحكومة؟ السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. نعم بالتأكيد الحكومة هي المسؤولة وهي من تستخدم القوة ضد المتظاهرين، وهذه سياسة ممنهجة منذ فترة طويلة، وبعلم طبعا بعلم رئيس الحكومة الكاظمي. هل يستطيع أن ينكر أنه لم يطلع على التقارير، على التقارير المنظمات الحقوقية، مفوضية حقوق الإنسان بنفسها قد وثقت ما حدث للمتظاهرين من استخدام القوة. إذن هذا الذي يحدث للمتظاهرين هو بعلم الحكومة، والحكومة لم تتوقف عن هذا منذ فترة طويلة وهي تمارس نفس النهج. قمع التظاهرات هذه سياسة ممنهجة، لو رجعنا إلى كل التظاهرات وتظاهرات أكتوبر 2019 ليست ببعيدة، قبل سنتين تقريبا نفس الاستخدام الممنهج للقوة، نفس العمليات البطش، نفس عمليات الإهمال لمطالب المتظاهرين واستخدام القوة ضدهم وحتى منعهم من العلاج داخل المستشفيات. هل رئيس الحكومة لا يعلم بذلك؟ بالتأكيد، وهو ليست تأتي بناء على أوامره، هو فقط ينفذ، وهذه سياسة كل الحكومات، هي فقط تنفذ سياسات مرسومة لها، تستهدف كل من يعارض الحكومات التي جاءت منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، لأنه معروف أن سياسات هذه الحكومات لا يوافق عليها الشعب العراقي ويعارضها. نعم. والدليل دكتورة فاطمة، يعني اعتبرتم مجزرة يوم أمس وما سبقها من مجازر صنفتموها أنها تصنف جريمة منظمة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني وتجرمها المواثيق الدولية، ولكن ماذا بعد ذلك؟ نعم بالتأكيد هو الأمر لا يجب أن يتوقف عن فقط إصدار يعني يعني البيانات التي يعني تؤكد هذا ما يحدث من جرائم ضد الشعب العراقي. يجب أن يكون هناك في الحقيقة حث للشعب العراقي أولا للتحرك من أجل أن يستمر بالتظاهرات ويستمر بالمطالبات، خاصة وأن مثل هذه يعني المطالبات تأخذ فترة طويلة إلى أن تحصد نتائجها. إضافة إلى ذلك فإن إيصال مثل هذه البيانات والتقارير ليس فقط إلى وسائل الإعلام، بل يجب أن يصل إلى الأمم المتحدة، يجب أن يصل إلى حتى المجتمع الدولي حتى يطلع على ما يحدث في العراق من انتهاك للحريات. متظاهرين سلميين يخرجون فقط المطالبة في حقوقهم، تتصدى لهم الحكومة بالقوة بدل أن تستجيب وتتحاور معهم وتستجيب لمطالبهم. الحقيقة يعني هذا الأمر بالتأكيد لن يتوقف فقط على مجرد إصدار البيانات. في المقابل دكتورة فاطمة، كيف تنظرون إلى هذا الصمود البطولي من قبل المتظاهرين في الناصرية رغم سقوط الشهداء ومئات المصابين؟ نعم بالتأكيد يعني هذا في الحقيقة يعني موقف مشرف من أهالي الناصرية، والحقيقة ليس فقط أهالي الناصرية، يعني كثير من المحافظات أثبتت صمودها واستمراريتها في التظاهرات، والحقيقة هذا واجب على كل مواطن عراقي يجب أن يقوم به، خاصة وأن الحقوق لا تأتي بالسكوت بل تأتي بالمطالبة. ولذلك فإن موقف الـ يعني محافظة ذي قار
يعني موقف مشرف ويجب أن يحتذى به. الحقيقة بقية المحافظات يجب أن تحذو حذو أهالي النافرية، ويجب أن لا يتركون وحدهم في هذا الوضع، يواجهون الرصاص ويواجهون القمع. بقية المحافظات يجب أن تستمر بنفس الزخم، ويجب أن تعود التظاهرات بنفس الزخم ومساندة لأهل الناصرية، خاصة وأن ما يطالب به أهل الناصرية هو حق مشروع، وجميع العراقيين فاقدون لهذا الحق، ولذلك لا يجب السكوت بل يجب الاستمرار. نعم. طيب دكتورة، هناك من يرى أن الصراع الدائر في الناصرية هو صراع بين شركاء العملية السياسية يدفع ثمنه المتظاهرون، لا يزال المتظاهرون يدفعون الثمن، متظاهرون سلميون تسفك دماؤهم لأنهم يطالبون بمطالب مشروعة، مع ذلك يستمر عمليات القتل والانتهاكات الإنسانية ضد المتظاهرين في ثورة تشرين تحديدا في الناصرية. ولكن يعني هذه الأحزاب إن تمكنت من تمرير مرشحيها وتمكين الماكينة ذاتها من الاستمرار، هنا من الناحية القانونية وأنتم اعتبرتموها جريمة منظمة، هل تتوقعين أن يكون هناك استمرار بهذه الانتهاكات وعمليات القتل مع غياب المساءلة وغياب منظومة العدالة في العراق؟ نعم بالتأكيد، يعني هذا قلناه ولا زلنا نقوله، والحقيقة يعني هذا ثبتت صحته منذ فترة طويلة. أين المطالبات وأين التظاهرات التي خرجت قبل هذا قبلها يعني الأحداث التي حدثت في الناصرية قبل يومين؟ كثير من التظاهرات تم قمعها، واستمرت نفس الآلة واستمرت نفس الانتهاكات والجرائم تمارس بحق المتظاهرين. الذي يحدث أن هذه الأحزاب وهذه السلطات المتعاقبة ليس لها هم إلا الكراسي والمناصب، ويستغلون أي ظرف لكي يغيروا شخص مكان آخر، وهم نفس الأحزاب تسيطر، لا زالت تسيطر وتنتهك حقوق العراقيين في كافة يعني محافظات العراق. والحقيقة لن يتوقفوا عن هذا لأنهم مستفيدون، كيف يمكن أن يتخلوا عن المناصب وعن الإغراءات المادية التي يتمتعون والامتيازات التي يتمتعون بها من خلال هذه المناصب، وأيضا بالإضافة هذه المناصب تضمن لهم السيطرة على الشعب العراقي وكتم الأصوات التي تطالب بالحقوق. لذلك عملية يعني الانتهاكات والجرائم، هذه الماكينة التي ترتكب بحق الشعب العراقي سوف تستمر لأنهم مستفيدون من هذا الوضع، والحقيقة نزاعاتهم ويعني صراعاتهم هي فقط صراعات على المناصب وعلى الكراسي، ولمن هذا ولمن نعم. لمن هذا الكرسي ولمن للآخر. شكرا نعم. جزيلا دكتورة فاطمة العاني من لندن، عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا لك.